بالنسبة لوزير التربية والتعليم السيد رضا حجازي، هو مولود 4 ديسمبر، هو برج القوس، وبشوف انه سنة 2023 ممكن يكون فيها تغيير بالنسبة له او انتقال لمكانة افضل او مكانة اخرى، بشرط انه يحافظ على استقلاليته. يعني اشوف انه رضا حجازي محتاج ان هو شرط النجاح بالنسبة له انه يحافظ على استقلاليته، يعني يحكم على الأمور بعقله مش برأيه، وإنه يسيطر كمان على انفعالاته وغضبه. والسنة دي ممكن يكون فيها بالنسبة له تغيير لمكان إقامته أو أسلوب عمله.